فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، ما زلنا في نواصلوا في استقبال ضيوفنا ونحكي ديما مع الهوند. اكيد حارس المنتخب الوطني التونسي ودينامو بوخارست الروماني مكرم المساوي كان تألق نهاية الأسبوع هذا وتوجب لقب جديد له مع ناديه كأس رومانيا وكذلك كأس السوبر في رومانيا. معنا بالتليفون مكرم، نحكي معاه على التتويج هذا. مكرم أهلا بك. أهلا بك إسلام ومرحبا بكل المستمعين إكسبريس إف إم. شنو حوالك خويا؟ شنو الأمور؟ مبروك التتويج زاد. يعيشك الله يبارك فيك. عايش خويا. دونك مكرم ظهر لي متألقين برشا في رومانيا انت وخاصة معاك أمين بن نور، بون كان معاكم كمال العلويني، احكينا شوي على التتويج هذا كيفاش كان. والله التتويج هذا جاء بعد راحة مدة 6 شهور او 7 اشهر من شهر مارس، معناها كانت اخر مقابلة لنا. كانت التحضيرات منذ شهرين ونحن نحضره في أجواء متاع الكوفيد ومتاع أجواء متاع الكونفينمو وكل شيء. ما كنتناش برشا مقابلات ودية، لكن مرة أخرى النادي متاعنا نادي دينامو بوخارست معناه هيمن على كرة اليد الرومانية، والكمبوزيسيون متاع الفريق متاعنا معناها جابت قوية السماء، وكنا نأملوا باش نكونوا موجودين في الشامبيونز ليج، لكن الناس كل تعرف اللي تبدلت ولات ثم الشامبيونز ليج وكأس الأوروبية هاشيف كاب، واحنا موجودين في الهاشيف كاب معناها ديريكت مور بعدين للمجموعات، معناها ما تمش مباريات تمهيدية. البارح معناها الجامعة الرومانية قررت اللي في أسبوع باش نلعبوا نصف نهائي كاس ونهائي الكاس، والحمد لله توجنا معناها بالكاس وزادة بالسوبر كوب، معناها اللي يربح الكاس ياخذ زادة سوبر كوب. اليوم راحة وعنا غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين عنا ثلاثة مقابلات بطولة، معناها باش نبداو البطولة وموجودين في نفس النزل الفرق الكل، معنا مش نقعد أسبوع كامل. عملنا لي تيست كوفيد ومش نلعبوا الماتشوات وبعد نزيدوا نعملوا تيست كوفيد وناخذوا أسبوعين راحة يظهر لي وبعد نزيدوا نستأنفوا البطولة. مكرم ظهر لي عملناه وعملته باركور باهي خاصة في تشامبيونز ليج السنة في كأس الأوروبية هذه اللي قلت عليها، شنو هي طموحاتكم فيها؟ صحيح عملنا يمكن سيزون هيستوريك في تاريخ النادي وفي تاريخ كرة اليد الرومانية، اللي وصلنا كنا باش نلعبوا ناس كنت تعرف مباراة فني نهائي البطولة الأوروبية ضد بي اس جي، لكن بالكورونا تلغات معناها، والاتحاد الدولي اختار أربعة فرق اللي هما بارسلون وبي اس جي وكيل وفيسبرام اللي باش يلعبوا فاينل فور، نظرا للكلاسمون نتاع الدول نتاعهم في لعبة كرة اليد. كنا نأمل باش نلعبوا المباريات الكبيرة اللي كنت ضد بي اس جي، لكن كما قلت لك ظالم شوية القرار هذا ليكم. والله صحيح الناس الكل كنا نتسناو في الماتش هذا، الجمهور وكنا حتى القاعة نتاعنا فيها كان 3000 مقعد، كنا باش نلعبوا في سالة أكبر اللي تفز 8000 أو 9000، لكن كهو ظروف حتمت اللي باش تتلغى المقابلات الكل. الحظوظ نتاعنا اللي باش نلعبوا دور منقدم زاد في الكاس في الدورة الجديدة بتاع هاشيف كاب، عندنا 20 لاعب معناها كلهم بروفيسيونيل ان شاء الله كالعادة معناها توا الموسم الثالث قاعدين نتوجنا، عملنا كملنا الاولانيين في الدوري لكن تلغات البطولة. الموسم الاولاني كنا فزنا بالسوبر كوب والشامبيون وعملنا معناها الكوب هذا يتحسب للموسم اللي فارق، وحضورنا في البطولة كالعادة البطولة والكاس ونلعبوا ادوار متقدمة في الهاشيف كاب. نستغل وجودك معايا مكرم، اكيد شفت التراج نتاع القرعة نتاع المنتخب في كاس العالم في مصر، اعطيني رايك فيها مكرم، شنو حظوظنا؟ والله المنتخب البولوني نعرفوه، المنتخب البرازيلي كيف كيف نعرفوه، كالعادة معناها الدورة جديدة هذيا ب 34 فريق او 36 فريق واطول معناها في المدة الزمنية، معناها
ان شاء الله معناها بالتعاقد مع المدرب سامي السعيدي والتألق نتاع اللاعبين الموجودين في الخارج، فرش زاده في النصف نهائي كاس والنهائي نتاع البطوله، معناها ثم لاعبين جدد وظهار معناها اللي ثم فيهم. شكون شد انتباهك مكره؟ حارس ترجي التونسي النملي، الظهير حمام زاد باشا، باشا حمام جديد هو باشا، فوالا باشا، مرغلي نتاع ساقيت الزيت. الحقيقه ان شاء الله ان شاء الله معناها هذوما اللاعبين معناها يزيدوا يتطوروا وياخذوا حظهم في المنتخب، وان شاء الله ننسيوا شويه خايبه كاس افريقيا الاخرانيه اللي كانت في تونس، واللي ان شاء الله معناها ترجع كره اليد الاشعاع نتاعها، وتقعد ديما رياضه كره اليد هي اكثر لعبه شعبيه اللي فرحت التوانسه، وان شاء الله كرة اليد ترجع للمكانة نتاعها. كيف كيف مكرم، خلينا كنا نسألك شوية على جمعيتك الأم النادي الإفريقي، شنو رأيك في الانتدابات الأخيرة خاصة في حراسة المرمى مجايز وكذلك أمين البدوي؟ والله مجايز وبدوي معناها قيمة فات في حراسة المرمى في تونس، تعزيزات هامة لفرع كرة اليد، سي قيس البدوي قاعد وسي حافظ زويبي معناها قاعدين يكونوا في فريق اللي باش يرجع يراهن على الألقاب. ثم شوبين زاد، ثم سيف الجول الجارديان زاد عنده مستقبل باهي، وان شاء الله باش يتعلم من البدوي ومن مجايز. ولو نحب نوجه له معناها كلام توا، معناها مازال كبير ومازال يتعلم، وراهو مش خاطر جاي معاه مجايز والبدوي معناها راهو النادي الافريقي ما يستحقوش، لكن يمكن فائدة اللي هو اللي موجودين مجايز وبدوي معاه في البوست هذايا، معناها باش يكون معناها باش يزيد يتطور وباش يخدم ويكبر معناها سون ستريس وسون بريسيون معناها. والفريق قاعد نشوف زبير رجع، مصباح حمزة المهذبي، زبير سيف، مصباح الصانعي، ان شاء الله معناها الفريق يرجع للتتويج وفي المئوية ونرجع معناها للألقاب. النادي الافريقي ما يقعدش اكثر من سنتين ماهيش تيتر ان شاء الله. فقط اخر سؤال، كنت جالي غادي انت ومين، وكان معكم كمال خلى بلاصتو؟ والله خلى بلاصتو اي، تما نحب نبارك زاد الاسماء الغاوي اللي توجد زاده بالكاس والكاس السوبر كوب زاده مع فريقها فولتشا معناها هوني في رومانيا، واللي قاعده تقدم في مردود طيب وقاعده معناها تنور زاده في في في, في كره اليد معناها التونسيه. الفريق نتاعها يلعب بطوله اوروبيه زاده وقاعده معناها عندها اسمها هوني في كره اليد الرومانيه، خاطر كره اليد الرومانيه في الـ في, الـ في الاناث معناها متطورة برشا، والفرق معناها عندهم إمكانيات وعندهم ديبيوتي كبار، ودونك كامل خلى بلاصته، والله خلى بلاصته، البارح طلبناه خلى بلاصته في الجو وفي اللعب في كل شيء، نحب نقول له ربي يوفقك وإن شاء الله معناها مسيرة طيبة في الفريق الجديد نتاعو في الإمارات، وإن شاء الله نشوفوه بيانتو. يعطيك الصحة، شكرا لك مكرم الرساوي، وبالتوفيق ان شاء الله ليك ولفريقك والدينامو بوخارست. كيف كيف بالتوفيق ان شاء الله لملاعبيتنا التوانسة الكل، عملوا عليكم برشا في مونديال مصر القادم. موزيكا بعد مكملين في البلاي حتى